كيفك؟ مو منيحة من امبارح المسا وعقلي مخربط، يعني ما عم قادر ضل عايشة مع خالتي وكأنه مو صاير شي مراد. ما بعرف كيف هالقصص كلهم طلعوا فجأة. ذاكرتي كانت ممحية يا ريما، ووضعي صعب، ووصلت لمرحلة اليأس، وانتي اللي انقذتيني. تذكرت أول مرة شفتك بالمحكمة، كنت مدعي قوي وعم تطالب بالعدالة بصوت عالي، وهلأ أنت هربان ومحكوم. عن جد الموضوع بيضحك، مين حطك بهالموقف؟ القدر والنصيب ولا العدالة؟ ما بعرف. فينا نقول العدالة يا ريما، وتحقيقها مانو سهل، وكل شي عملناه لحتى نربح. مزبوط. وبوعدك إني أرجع لقاعة المحكمة، بس أكيد كمدعي عام مو متهم. إيه أنا واثقة. مراد صحي الله يرحمه، النائب العام كان مهم بالنسبة إلك. إيه شكرا إليك، كان رجل قانون مهم، ويلي عمل هالجريمة قاصد يسكته. أي دعوة إلها علاقة بموته؟ ممكن تكون قضية بابا زاهر، هو آخر واحد شافه، ولو كنت لساتني بمركزي ما كنت تركت القضية. وأنت عرفتي شي بخصوص قضية أبوك؟ ملف القضية لهلأ مختفي ومو مبين، يعني في شغلات ما عم أفهمها مراد، يعني بابا شخص مسالم، ما بعرف ليش ليعملوا معه هيك شي. بس الملف موجود وطاهر بيعرف مكانه، ما هيك؟ ايه وما عم يخليني شوفه. ما بده اياك تشوفيه لحتى ما تعرفي الناس اللي عم بيهددوكي. معقول يكون طاهر هو اللي سرق ملف ابي من الارشيف؟ طاهر ممكن يعمل اي شي فيه مصلحة، وانا متأكد من هالموضوع وما عندي شك، بس ما بقدر اثبته. طالما متأكد فينا نسبة، انت عندك خطط جديدة؟ ما يكون مثل خطة الهروب من السجن وما بدك تحكي لي مشان ما انضر. ما قدرت احكي لك لانك كنتي ما رح تخليني. اكيد ما بخليك. شو هاي رسمة جديدة؟ ايه نازلي هدتني اياها بعيدي. عن جد عم تحكي؟ كتير حلوة. ايه وكيف وصلت لهون؟ منى بحفلة الأقنعة أعطتني إياها وطمنتني عنها، مبين إنها مرة عندها ضمير. يعني ما عم صدق، أنا بعتقد إنه باسل عم يهددها لتضل عنده، بالنهاية هي أم. فتت على بناية باسل وشفت نازلة وطلبت من منى تجيب لي اياها. انت شو عملت؟ هذا الشيء خطير كتير. بعدين منى لوين بدها تجيب نازلي؟ على بيتك. كيف؟ بعد اللي عشناه امبارح بتتوقع بيتي ما كان امن؟ ما انسرق شيء من البيت، وقلتي خالتك منيحه. في شيء مو مزبوط، يعني من وقت ما انفتحت قصه ابي وانا تعبانه وما بعرف بشو لازم ابدا. خلص لا تاكلي هم، الملف رح نجيبه من طاهر، وبعدين أنا عطيتها عنوان بيتك أنتي، يعني هلأ ما عاد فينا نعمل شي. ما عندي غير حل واحد، روح أخذ بنتي من إيدين باسل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.